البلد كل ما احتاجت الشعب تلقاه من الصامتة مرورا في 1998 إلى وباء كورونا، كل ما احتاجت الشعب تلقاه، وسميناهم إخواننا الصفوف الأمامية من خلال برنامجك. أوجه لهم رسالة شكر من القلب، ضحوا بالكثير، ضحوا بأرواحهم، ضحوا بوقتهم، ضحوا بصحتهم، ضحوا بخطورة صحتهم لأجل الكويت أولا، لأجل الشعب ثانيا، صفوف الأمامية. سموا في الصفوف الأمامية لأنهم صفوف أمامية صدق، بالحرب في صفوف أمامية. صحيح. عدل؟ صحيح. وين موقع التجار في الحروب؟ وين موقع التجار في الأوبئة؟ وين موقع التجار في الأزمات؟ أنا أسألك مفارس، دائما متأخر، دائما ما لهم حس، دائما يختفون من المشهد. لا لا، لهم موقع جيد في عقد الصفقات. بالضبط، بس أنا أقصد في الأزمات، في الأزمات تلقاهم بالصفوف التالية وراء، بس يحكون مؤامرات على البلد. يا رجل، البلد سرقت سنة 90 وإحنا تحت الاحتلال سرقوا البلد، فهم بالك يا برخة؟ لا، سارقينها. فلما تقولي أنا متحامل على التجار، إطلاقاً أنا مو متحامل على التجار. شنو تبي منهم يسوون يعني؟ هذا تاجر وفي النهاية يفهم لغة الأرقام. عطتك البلد، عطها يا أخي، عطتك، عطها، ما قصرت فيك، ليش تقصر فيها بالأزمات أنت؟ طيب.